يريدون لنا العذاب، يريدون لنا المهانة. لم يرضى عنا اليهود ولا النصارى ولن نتبع ملتهم، وسوف يرتفع عنا ليل الظلم هذا، وسوف ندوسهم قريبا بإذن الله. ألمانيا ليست ألمانيا الحنونة التي تريد اللاجئين من سوريا والعراق ومن لاجئين فلسطين في الشام وفي غيرها. إنها أوروبا التي شاخت وهرمت وتريد طاقة بشرية، ولا أقوى من طاقتنا البشرية نحن المسلمين أمة الإسلام. الألمان يقولون في تقاريرهم الاقتصادية يحتاجون إلى 50,000 من الشباب الأيدي العاملة، ووصلهم الآن 20,000 ويريدون 30 وأكثر ليعملوا في مصانعهم. وليس شفقة وليست رحمة للشام وأهلها ولاجئيها. كذلك أوروبا كل أقطارها كلهم تقطر قلوبهم حقدا على المسلمين، يتمنون لنا الموت، ولكنهم فقدوا إخصابهم ويبحثون عن إخصاب عندنا. سنخصبهم وسوف ننزل وسوف ننجب منهم، لأننا سوف نفتح بلادهم رغم أنوفكم يا أيها الألمان، يا أيها الأمريكان، يا أيها الفرنسيون، يا أيها الطليان، يا كل من على وزن الطليان. خذوا اللاجئين، سنطلبهم منكم قريبا باسم دولة الخلافة القادمة، وسنقول لكم هؤلاء أبناؤنا أرسلوهم أو نرسل لكم جيوشاً.